المؤتمر الطلاب الثالث لمناقشة بحوث تخرج المراحل المنتهية. اليوم كان لكلية التقنيات الصحية الطبية قسم المختبرات، كانت البحوث 3 بحوث قدمت، هي الفائزة من هذه الكلية، فائزة على البحوث المجملة مالتهم اللي تقريبا قاربة 50 بحث، فازت ذني 3 بحوث، ذني 3 بحوث دخلت منافسة مع بحوث الكليات الأخرى لجامعة الكفيل. كانت بحوث واقعية قيمة تعالج أمور مستدامة في العراق، بحوث قيمة، بحوث مفيدة للمجتمع، ممكن أن ترتقي إلى أن تصير بحوث رسائل أطاريح، ماجستير أو دكتوراه. بالنسبة لي أعتبرها إنجاز عظيم أنه نختتم به المرحلة الأكاديمية، إنجاز تحفيزية للطلاب أنه يقومون بأشياء يعني مفيدة للمجتمع رغم أنه سن صغير، وهذا يحفزهم حتى للدراسات القادمة أنه يعني ينجزوها. وبالنسبة لي أعتبر أنه اليوم مشاركتي وصعودي بالمؤتمر هو إنجاز عظيم، وهذا أعتبره بداية لا أكثر يعني للقادم إن شاء الله يكون أفضل. طبعا اني يعني اشكر اولا رب العالمين، واشكر جامعه الكفيل واللي هي احتضنتني صراحه، يعني اللي يعني صراحه كانت ايام الدراسه جدا جميله. ضمن بحثنا انه قياس مستويات الحديد للمصابين بالاتش بايلوري مشاكل الجهاز الهضمي. الاهميه اللي كانت فيه اللي اكتشفناها اللي استنتجناها انه يصير للي عندهم بوزيتيف انتيجين اند انتيبادي يكون عندهم نقصان بالحديد كلش عالي، لان راح تتازم حالتهم. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.